مرحبا بكم متتبعي الاعزاء مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الكيك اللي صحي بواحد الكميه قليله ديال السكر كنتمنى كاملين تابعوا معايا المراحل وطريقة ديال التحضير وما تنساوش تابوناو في القناه ديالي الا انت اول مره كتشوفوا القناه وما تنساوش تكتبوا لي التعليق في هذا الفيديو وتقولوا لي الاراء ديالكم وتقولوا لي الاراء ديالكم في الفيديوهات الاخرين وبالنسبه للوصفه ديالنا اول حاجه غادي نحتاجوها غادي نحتاجو كاس ديال النخاله ولا الحمراء كل واحد كيفاش كيسميها وكاينين الناس اللي كيسميوها عويشة معرفتش علاش ولكن كاينين الناس اللي كيسموها بهذا السميه على عليها كاس ديال الحليب كاس ديال الزيت النباتي وهنا بالنسبه للشوكولاط انا عندي هنا مقطع طريفات صغيورين الا عندكم حبيبات الشوكولاط غديروهم كاس ديال دانون جوج خمارات حمرين كاس ديال الكوك صغير وهنايا غادي نحتاجو كيس ديال الفاني نحتاج واحد شويه ديال الملحه معلقه صغيره ديال القرفه هنا عندنا واحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين ولا الخميره حبيبات وهنايا غادي نحتاجو واحد 100 غرام ديال التمر ولا معجون التمر ثلاثه ديال البيضات وهنايا بالنسبه للتزيين ديال الكيك غادي نحتاجو البيستاج آه شويه ديال الزبيب الاكاجو اللوز على حسب المتوفر عندكم بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري انا كانوا عندي هادو مخلطين غادي نستخدمهم وهنا بالنسبه لهاد الزليفه ولا هاد الكاس اللي عندي هنايا مطحون عندي منه شويه ديال القرقاع شويه ديال اللوز آه وغادي نحتاجو الدقيق غادي يكون حسب الخليط اول حاجه غادي نديروها غادي ناخذ واحد البول غادي نزيدو عليه ثلاثه ديال البيضات انا غادي نعاود معكم المكونات شويه بشويه غنزيدو عليهم الفاني ممكن نديرو الفانيلا السائله شويه ديال الملحه معلقه صغيره ديال القرفه غنديرو خميره العجين معلقه صغيره كاس ديال دانون بنكهه ديال الفاني غادي نحتاجو كاس ديال الحليب كاس ديال الزيت النباتي وغنزيدو معجون ديال التمر غنضربوا المكونات ديالنا كاملين بالنسبه للعبارات اللي درنا درناهم في ديال العنبه والناس اللي كيتلفوا كي في داك الكاس وما كيعرفوش العبارات بالضبط غادي يستخدموا الكاس ديال اليوغورت ولا ديال دانو اللي غادي يكون خاوي غياخذوا به العبارات كاملين غنخلطوا المكونات ديالنا من بعد غادي نزيدوا كاس صغير ديال الكوك غنزيدوا النخاله هنايا بالنسبه ليا انا غادي نزيد واحد نصف كاس ديال ديال العنبه ديال السكر نسيت ما حطيتوش في المقادير انا صراحه بعد المرات كنستغنى على هذا النصف كاس ديال ديال السنيده دي نهائيا آه كنكتفي بديك الحلاوه ديال التمر الشكلاط هنايا غنزيد داك الكاس اللي مخلط فيه الكركاع واللوز مطحونين وغنزيدو الشكلاط اللي قطعنا هنايا مرصويات صغيورين الا كان عندكم شكلاط حبيبات ممكن تستخدموه غنتربوا المكونات ديالنا مزيان كيف ما كيبان لكم راه بدا كيعقد الخليط وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال الخميره ديال الحلويات فئه 16 غرام وهنا غنزيدو الدقيق المعلقه الاولى الثانيه ثلاثه هنا غنديرو ثلاثه المعالق كبار ديال الدقيق غادي نتربوا المكونات ديالنا مزيان حتى غادي ندمجو مزيان مع بعضياتهم كيف ما كيبان لكم راه درنا واحد الكميه قليله ديال الدقيق لاننا درنا الفواكه الجافه ودرنا النخاله ودرنا داك ال... داك الكاس ديال الكوك من بعد ما سالينا الكيك ديالنا وخلطناه مزيان غادي ناخذ واحد المول غادي يدخل الفران درت ليه الورق ديال الفرن ودهنته بواحد شويه ديال الزبده ومن بعد درت واحد شويه ديال النخاله غنخويو الخليط ديال الكيك ديالنا وغادي نحطو دوك الفواكه الجافه من الفوق بالنسبه للتزيين ممكن ديروا غير حبيبات ديال الشكلاط ولا غادي ديروا الكوك من الفوق انا كانو متوفرين عندي استخدمتهم غنزيدو حبيبات ديال الشكلاط من الفوق زين كيبقى اختياري ممكن نزينوها باش ما بغينا من بعد غنديروا الطاو ديالنا في الفران حتى غادي تطيب لينا الكيكه ديالنا وغادي تحمر بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الغاز غادي يحطوها الفوق حتى غادي تطيب ومن بعد غيديروا هاد واللي عندهم دوك الفران ديال طولك اللي كيطيبوا الفوق والتحت غادي نشعلوا الفران على 170 درجه 175 درجه عفوا ومن بعد غادي نقصوا عليها البوطه حتى غادي تطيب كطيب لينا من الفوق ومن التحت وهنايا غادي ناخذ واحد الطبق غادي نقلبوا فيه الكيكه ديالنا غنحيدوا داك القاعد ديال الفران كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري ولكن انا بالنسبه ليا غادي ندوب واحد شويه ديال ديال الشكلاط وغادي ندير به خطوط من فوق انا غادي نستخدم الشكلاط الاسود غنبقى نوضع خطوط من الفوق من بعد ما درنا داك الشكلاط وخلينا حتى برد واحد شويه هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيف ما كيبان لكم كيجي رائع والمذاق ديالو خيالي وفي نفس الوقت راه صحي ممكن نستغناو على داك نصف كاس ديال السكر بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الكميه ديال السكر كثيره كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون رقتكم وعجبتكم وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش نمو عليها والا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تبخلوش عليا اشتركوا في القناه وفعلو زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي انا غادي نحل معكم الكيكه ديالنا باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل كيف ما كيبان لكم راه كتجي رطبه كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون راقتكم وما تنسوش تجربوها وما تنساوش تكتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق وتقولوا لي الراي ديالكم في هذا في هاد الفيديو والفيديوهات الاخرين اللي في القناه تسناو دائما الجديد ديالي وبسلام وصفه اخرى ان شاء الله